السلام عليكم سيد علي عدالة، جريدة الجنوبية. أنا كوتش اليوم إن شاء الله قدام زملاء والأصدقاء تاعي. جيت نشكرك بزاف الكيستيون كاع قالوهم، لأنه كانت عندي تجربة صغيرة في قطر. كل الفضل الكبير أنك كانت لدينا لقاء معك. الحمد لله لك جزائريا، أعطيتنا بعض النصائح مازال مكتوبة واش كتبت خليتهم عندي، والحمد لله يا ربي مشيت بال لا مشي تاعك تيقول هنا واش كتبنا. لا هذه الكتيبة تاعي في الدوحة بالضبط في لؤلؤة عند سعيد تما طلع ونري هناك كنا جزائريين. دونك النصائح تاعك اللي عطيتهم لنا بارك الله فيك مشينا بهم، فزنا بدورة كأس تامين للحبة والصداقة. اليوم أخدم قلت لنا خدموا بسكات، تعلموا تخدموا بسكات. دوزيام قلت لنا ديروا تربصات، حوسوا بزاف على التربصات، وين تلقاو تربص دخلوا وتعلموا. وقلت لنا اقراوا بزاف الكتب المتنوعة ثقافية رياضية. بارك الله فيك وربي يسرك وربي يعطيك صحتك إن شاء الله ومزيد من التوفيق. وفيك بارك الله، الله ينجحك. ميرسي.